بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم لننقل معا مباراة الكرة الطائرة لنادي الأهلي ونادي الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة تحت 19 سنة، والفريقين أمام حضراتكم أهو. أدي النادي الأهلي بالزي الأحمر، أدي التيشيرت الأحمر، وأدي الشورت الأزرق، وادي ادي لعيبه النادي الاهلي، منهم حوالي 7 لاعب المنتخب، وكابتن الفريق معاهم موجود، والجهاز الفني رئيس الجهاز الكابتن طارق فريد، وادي كابتن احمد زكريا مساعد رئيس الجهاز للناشئين، ومعاهم حسام شعراوي مدرب، واحمد شومان مخطط احمال، احمد محروس طبيب، رمضان جمعه اداري. ده الجهاز الفني للنادي الاهلي، حسام شعراوي، حسام السحر ده كان لاعب في من لاعبي النادي الاهلي، وحصل على 3 بطولات منطقه القاهره، وحصل على 2 جمهوريه، وكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي في الكره الطايره تحت 19 سنه، كل الامنيات. وادي فريق نادي الشمس على ايدك اليسار بقياده الكابتن اسلامي عادل، مدير او مدرب الفريق، ورئيس القطاع الكابتن طارق الدسوقي، ومن بيعاونه هشام حجاج، واسلام علي مدرب، ومحمود الوزير محلل تقني، ابراهيم بيومي اداري، علي حسين مدرب احمال، والدكتور محمد الطفي طبيب، واحمد بغدادي اخصائي تغذيه. ادي فريق النادي الاهلي اهو، حسام شعراوي ولاعيبته بيقروا الفاتحه، بيتوكلوا على الله على النهائي بطوله منطقه القاهره تحت 19 سنه. وطبعا هم طبعا انتهى قبل هذا اللقاء مباراة الكرة الطائرة بين فريقي وادي دجلة وزهور مدينة نصر بفوز وادي دجلة 3-1، وبذلك احتل وادي دجلة المركز الثالث وزهور مدينة نصر الرابع. ادي المباراة امام حضراتكم، لو انت قاعد امام شاشة قناة النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي هنشوف، هيبقى على ايدك اليمين النادي الاهلي بالزي الاحمر، وعلى ايدك يسار فريق نادي الشمس. وهنشوف دلوقتي تشكيل، وهالنادي المذيع الداخلي على اسماء اللاعبين، وبيحكم هذا اللقاء منى مكاوي حكم دولي، ويعاونها شريف جمال، منى مكاوي وشريف جمال، يوسف ياسر، امير ايهاب، عبد الله مختار، محمود نجدي، مراقب الخطوط شريف جمال ويوسف ياسر وامير ايهاب وآية الصيف. امامنا هذا اللقاء، لقاء حيوي لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز ياخد بطوله منطقه القاهره، خدها مرات عديده في هذا السن. هذا السن يعتبر مرحله انتقاليه للفريق الاولمبي او فريق تحت 21 سنه. وطبعا احنا عندنا حوالي 7 لاعيبه من لاعبي المنتخب، منهم محمد ياسر لاعب منتخب، ومحمد طارق ليبرو الفريق رقم 8 برضه منتخب، حازم ايهاب رقم 10 منتخب مصر للشباب، وادي زياد اسامه رقم 12، وانسي حاتم رقم 14، وشريف محمد منتخب برضه رقم 16، وحمزه الصافي، حمد الصافي ابن الكابتن حمد الصافي رقم 21، وعبد الله اسامه منتخب برضه بيلعب مركز ثلاثات 22. ادي فريق النادي الاهلي رقم 22 زي ما قلت لحضراتكم، عبد الله اسامه، وادي رقم 8 الليبرو محمد طارق، بتنادي عليه المذيعه الداخليه للصاله. وادي النادي الاهلي اهو امام حضراتكم، تشكيل النادي الاهلي هيبقى عبد الله اسامه مركز 3 رقم 22، رقم 12 زياد اسامه في مركز 2 رقم 12، ورقم 8 ليبرو الفريق محمد طارق رقم 8، وهقول لكم على بقيه الاسماء. ادي رقم 10 حازم ايهاب مركز 3، وادي لاعب الفريق رقم 14 انسي حاتم بيلعب في مركز 4 منتخب مصر للشواطئ. كده على ايدك اليمين نادي الاهلي بزي والاحمر، وعلى ايدك اليسار نادي الشمس بالبرتقاني والاسود. وكل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي بالفوز وتحقيق بطوله منطقه القاهره تحت 19 سنه. وادي الكابتن حسام الشعراوي اهو امام حضراتكم بيدي تعليماته للفريق وللعيبه، ولحظات ويبدا اللقاء. الحاسم لحسم
بطوله منطقه القاهره، بيراجع الكابتن حسام شعراوي مراكز اللعيبه. ادي 14 اللي هو كابتن انسي حاتم رايح في الاربعات بيلعب، هو مفروض في اربعات. وادي 10 معانا حازم ايهاب، وادي رقم 12 زياد اسامه، وادي رقم 2 محمد ياسر معد الفريق. محمد ياسر معد الفريق اهو، بتراجع الحكم الثاني الترتيب الدوران مع نادي الشمس. وادي الارسال مع النادي الاهلي، بالتوفيق للاعبي النادي الاهلي، كل الامنيات ل ناشئين النادي الاهلي في كل الالعاب. ونتابع معا الكره الطائره في نهائي منطقه القاهره. كابتن منى بتشاور على الارسال، ارسال مع النادي الاهلي، ارسال من اعلى استقبال شمس، اعداد هناك في مركز اربعه وحائط صد. يلا يا اولاد نحاول مره ثانيه، ولكن بتيجي في عصا الشبكه وتبقى خارج الملعب، ونقطه لنادي الشمس. يلا واحد الشمس، لا شيء النادي الاهلي، نستقبل كويس ونلعب ونرجع تاني. ارسال من اعلى خارج الملعب، ونقطه التعادل، نقطه التعادل، التعادل. ورايح 14 على الارسال انس حاتم، بيلعب في مركز اربعه منتخب مصر للشواطئ. 14 على الارسال، 1-1 النادي الاهلي الشمس، بطوله منطقه القاهره، نهائي منطقه القاهره تحت 19 سنه بالصاله المغطاه باستاد القاهره. وادي بيضيع ارسال، ليه؟ ليه تضيعه؟ العب العب ايزي عادي، عدي الشبكه. بينتقل الارسال الى نادي الشمس، 2 الشمس 1 الاهلي. يلا يا رجاله نعوضها، نعوضها ان شاء الله. ارسال من اعلى نادي الشمس استقبال الاهلي 14، وادي اعداد خلفي، وادي نقطه ضربه ساحقه بالذراع الايسر من رقم 12 من زياد اسامه، بيجيب نقطه التعادل اهو. بص اعداد خلفي من المعد رقم 2 محمد ياسر، وجايه بالمقاس بيضرب بذراعه الايسر، بيفكرنا بايمن رشدي لاعب النادي الاهلي كان بذراعه الايسر ايضا. وادي اعداد خلفي من نادي الشمس، وضربه ساحقه وقعد صد، وفعلا زي ما قلت لحضراتكم هنعوض ونتقدم 3 النادي الاهلي، 2 للشمس، 3 الاهلي 2 الشمس. اهو حائط صد ولا اروع ولا احسن من كده من رقم 22 عبد الله اسامه، من رقم 12 زياد اسامه. وادي مره ثانيه محاولات من النادي الاهلي، اعداد من رقم 21 من حمزه حمدي الصافي، ونقطه التعادل لنادي الشمس. 3 الشمس 3 الاهلي، والارسال مع الشمس، الارسال مع رقم 19 من الشمس محمد منسي، محمد منسي على الارسال، ارسال من اعلى خارج الملعب مره ثانيه، ثاني مره يضيع الشمس. بنقول ان النادي الاهلي بيلعب هذا اللقاء وهو له 24 نقطه وفارق نقطه على نادي الشمس، وليه 24 شوط وعليه شوط واحد، اما نادي الشمس 23 نقطه. وادي الارسال مع النادي الاهلي، 4 الاهلي، 3 بذراع الايسر رقم 12 زي ما قلنا زياد اسامه. يا سلام حائط صد جميل، حائط صد من مركز 2 من 12 من 12 من 21 حمزه الصافي اهو اهو، حائط صد ثلاثي حمدي الصافي وعبد الله اسامه ومحمد ياسر، وبيجيب النقطه رقم 5 والذراع الايسر تعمل شغل رقم 12 زياد. مره ثانيه الليبرو رقم 8 بيعد وبيطلع زياد على الارسال مره ثالثه، وادي نقطه، نقطه للنادي الاهلي، ولكن عفوا حكم منى مكاوي حسبتها لنادي الشمس، في خطا على النادي الاهلي اهي امام حضراتكم اهي اهي دي. 4 الشمس 5 الاهلي، ارسال خارج الملعب، ده الارسال رقم 3، الاهلي خد 3 نقط من ارسالات ضايعه، يبقى 6-4
وادي على ايدك اليمين هيلعب الارسال. حمزه الصافي، حمزه حمدي الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي. وادي ضربه ساحقه وحائط صد، حائط الصد في النادي الاهلي هيعمل فارق جامد للنادي الاهلي. حائط صد من مركز اثنين جماعي وثنائي وفردي، الاهلي اهو طالعين الاثنين. محمد ياسر رقم اثنين معد الفريق، و22 عبد الله اسامه بيجيب النقطه رقم سبعه ويزيد الفارق لصالح النادي الاهلي ثلاث نقاط. 7-4 والارسال من اعلى، استقبال ودي ضربه ساحقه ومحاوله، ولكن 14 انسي حاتم لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للشواطئ جت في ايده وما قدرش يستقبلها اهي. 5-6 والارسال مع نادي الشمس، استقبال الاهلي ومحاوله ثانيه، وادي المعد بتاع نادي الشمس بيلعب كوره كده وبيجيب النقطه رقم 6 الشمس، 6 الشمس، 7 الاهلي. فريق نادي الشمس برضو يعني اهو حائط صد برضو قدر ياخد نقطه من حائط الصد. استقبال اعداد ومحاوله من 22 عبد الله اسامه لاعب منتخب مصر وبيجيب النقطه الثامنه. 8-6 اهو طالع وضارب وحاط الصد، ما قدرش ليبرو الفريق رقم 4 سيف عمر انه يستقبل الكوره. ادي محاوله مره ثانيه، وادي نقطة للنادي الأهلي النقطة التاسعة. خلي بالنا إن ما بقاش فيه وقت مستقطع فني للمباراة، ما بقاش فيه إلا 2 تايم أوت لكل مدرب، يعني 4 تايم أوت في الشوط. اللي كان بتبقى دايماً عند النقطة 8 وعند النقطة 16. وأدي تاتش من لعيب النادي الأهلي وكورة خارج الملعب والنقطة. النقطة السابعة فارق نقطة لصالح النادي الأهلي. الإرسال مع الشمس رقم 8 مصطفى نبيل. مصطفى نبيل هيلعب الكورة من أعلى، استقبال إعداد، ولكن الشمس بيلعب الكورة لازم نصحصح يا رجالة. 8 الإرسال مع نادي الشمس مرة ثانية رقم 8. استقبال اعداد وضرب ساحق من مركز اثنين، ولكن في هنا تغطيه ضارب خلفي، اللاعب الخلفي طلع يشوط وتشاط اعلى من الحافه العليا للشبكه، يبقى نقطه ليه عليه، يبقى 9-9. 9 الشمس 9 النادي الاهلي وعلى الارسال رقم 8 نبيل مصطفى نبيل. وادي النادي الاهلي حائط صد ومحاوله من نادي الشمس، وادي ضربة ساحقة ولكن نقطة نقطة ويتقدم نادي الشمس. اهو ضارب جاي ارسال مع مصطفى نبيل رقم 8 بيلعب ارسال تكتيكي كده، استقبال من النادي الاهلي وبيلعبها كده المعد وتيجي نقطة للنادي الأهلي، برافو. وأدي جماهير النادي الأهلي بتحيي فرقة النادي الأهلي. 10-10 أهو أهو أدي الكورة وأدي أدي المعد بتاعنا. إرسال حول مرة تانية وتغطية على 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 حائط الصد، وادي ضربة مرة تانية بالذراع الأيسر من حائط صد جميل زوجي من حازم إيهاب ومن أنسي حاتم وبيجيب النقطة رقم 11 ويتقدم النادي الأهلي أهو. حائط صد بص ولا أروع ولا أحسن. 10-10 يا أولاد.
يلا ادي رقم 2 محمد ياسر معد النادي الاهلي على الارسال. لا يا محمد اعلى شويه. انتقل الارسال الى نادي الشمس 11 الشمس 11 الاهلي. شايفين المباراه ماشيه ازاي؟ لازم فرقه النادي الاهلي تلعب اسرع واحسن. واهي وبدات اهي ضرب سريع من مركز ثلاثه والنقطه رقم 12 ويتقدم النادي الاهلي 12 11 اهو ضرب سريع من رقم 21 من حمزه حمدي الصافي بيفكرنا بوالده حمزه حمدي الصافي اهو لاعب من الطراز الفريد. وادي ارسال وادي محاولة تانية لإنقاذ الكرة من حقه يعدي بس الكرة عدت خارج مجال العبور من ليبرو الفريق رقم 8 محمد طارق ونقطة التعادل لنادي الشمس. نخلي بالنا من الأخطاء البسيطة دي يا جماعة. أهي الكرة جت خارج مجال العبور اللي هم الأنتنة يمين وشمال دي بنسميه مجال العبور للكرة. لو الكرة جت خارج مجال العبور تبقى خارج الملعب من اخر لاعب لمس الكره. وادي ضربه ساحقه بالذراع الايسر وادي نقطه للنادي الاهلي 13 الاهلي. يلا يا شباب رقم 10 على الارسال حازم ايهاب حازم ايهاب على الارسال بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد لنادي الشمس ودي ضربة ساحقة ومحاولة ونقطة نقطة للشمس. التعادل نقطة التعادل 13 13 لازم نغطي على حائط الصد ونخلي بالنا من التتشات. إرسال من أعلى استقبال أهلاوي إعداد ومحاولة من النادي الأهلي من عبد الله اسامه بيجيب نقطه التقدم 14 ورايح على الارسال رقم 12 زياد اسامه اهو. بص ادي الضربه الساحقه السريعه من مركز ثلاثه من عبد الله اسامه ارسال من رقم 12 زياد اسامه ارسال قوي استقبال اعداد شمساوي ومحاوله من النادي الاهلي رقم 12 بيلحق الكوره ولكن خارج الملعب خارج الملعب معلش اتعوض. على الارسال رقم 3 من الشمس سيد جلال بيضيع الارسال وادي رابع ارسال او خامس ارسال ضيعه. يا رب نستغل بس هذه الارسالات ان شاء الله نستغلها ونفرق 15 النادي الاهلي 14 الشمس. وعلى الارسال رقم 21 حمزه حمدي الصافي حمزه على الارسال ارسال قوي يا حمزه وادي ضربه ساحقه ومحاوله من نادي الشمس من مركز 4 ونقطه تعادل من رقم 5 علي وائل. اهو ضرب من مركز 4 وجاب نقطة التعادل 15 15 علي وائل رقم 5 الارسال مع علي وائل اهو علي وائل مش اخو احمد وائل اللي هو كابتن الفريق. وادي ضربة ساحقة ومحاولة من نادي الشمس وادي النادي الاهلي بيجيب حائط صد ولكن بترد ملعب النادي الاهلي وتنزل في ملعب النادي الاهلي ويبقى نقطة للشمس 16 الشمس 15 الاهلي اهو تحتسب لان هي جايه في دماغه فمن ضمن اللمسات لمسه صحيحه اللي هي لو جت في دماغه والرجل برضه. استقبال اعداد من النادي الاهلي وضربه ساحقه من مركز ثلاثه من عبد الله اسامه استقبال تاني واعداد كوره محموله من النادي الاهلي كوره محموله 17 الشمس 15 الاهلي
اهي الكره المحموله اهي من اول، هي اول كره محموله بإعادة باينة. وقت مستقطع طلبه طبعا الكابتن حسام شعراوي مدرب النادي الاهلي، طبعا عايز يمتص حماس لاعبي نادي الشمس ويشوف الاخطاء اللي فيها لاعيبه النادي الاهلي عشان يتم التعديل. 17 الشمس، 15 النادي الاهلي. اهو كابتن حسام، كابتن احمد زكريا معاه ارسال نادي الشمس، استقبال الاهلي ليبرو رقم 8 محمد طارق، ومحاوله، ودي نقطه للنادي الاهلي. يا سلام، نقطه 16 الاهلي. يلا يا رجاله، على الارسال رقم 22 عبد الله اسامه لاعب مركز 3 بيلعب ارسال اعداد من الشمس، وادي ضربه ساحقه وحائط صد ناجح، ولكن في ضرب قبليها، في ضرب خلفي طبعا تقدم او شاط، اهو شاط بص، وكره اعلى من الحافه العليا للشبكه، بيبقى ضارب خلفي بنقول عليها ضارب خلفي، الاشاره بتاعتها اهي حكم كابتن منى مكاوي، ونقطه للنادي الاهلي، ويتعادل النادي الاهلي 17 17. وارسال ايس ونقطه التقدم للنادي الاهلي 18 18. كره جميله اهي من زياد، عبد الله على ارسال بيلعب رقم 22، ولكن ضيعت ليه يا عبد الله ليه؟ يلا نلعب احسن، نلعب احسن منها. 18 18. النقطة دي لو كانت جت للأهلي كانت فرقت مع النادي الأهلي في الشوط ده. إرسال مع الشمس. الشمس استقبال إعداد، وأدي النادي الأهلي يا ولد يا ولد يا ولد. أنسي حاتم بيلعب في أربعات وضربة ساحقة ماحقة جابت بترول. اهو طالع وراكب الكوره وجاب نقطه، نقطه التقدم 19 18، والارسال مع النادي الاهلي. يلا يلا يا شباب، ارسال من النادي الاهلي لسه ما صفر ولعب اعداد ومحاوله تغطيه، ودي اعداد، ودي 14 تاني، كره لمست كره مزدوجه، الحكم شاورت عليها كرة مزدوجة على النادي الأهلي. أهو بص، تسعتاشر تسعتاشر، عايزين نخرج من الدايرة بتاعت التعادلات دي ونفرق نقطتين ثلاثة كده. استقبال إعداد أهو رقم 10 حازم إيهاب، ومحاولة مرة تانية، وادي إعداد، وادي رقم 12 أهو بيلعب بليسنج كده فوق حائط الصد، ومحاولة مرة تانية للنادي الأهلي، استقبال من الليبرو محمد طارق وإعداد، وأدي ضربة ساحقة ومحاولة لإحراز الفارق، وأدي إعداد مرة تانية محمد طارق، وأدي ضربة ساحقة خلفية من حمزة حمدي الصافي، وأدي ضربة أخرى، وأدي نقطة للنادي الأهلي. يا جماله يا جماله، 14 أنسي حاتم بيلعب في مركز 4 وجاب من مركز 2 اهو، طبعا هو في دوران للعيبه بس احنا بنقول ده بيلعب في مركز كذا وده بيلعب في مركز كذا، بس هو جاب الكوره دلوقتي من مركز 2. يلا 20 19، يا سلام لو ناخد النقطه دي بقى يبقى فارق 2. يلا يلا يا أنسي حاتم، أنس حاتم رقم 14 لاعب منتخب مصر بالشواطئ اهو. يلا يا رجاله، استقبال من النادي الاهلي، يلا بقى الاعداد، وضربه ساحقه ونقطه 21 21. الاهلي 19، هتفرق معانا النقطه دي يا رجاله، هتفرق جامد. اهو اعداد خلفي من المعد محمد ياسر، وضربه ساحقه من
رقم 22 عبد الله اسامه وبيجيب النقطه 21، وما زال انس حاتم على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى. يلا يا انس، تسلم ايدك يا انس. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد خلفي ومحاوله من النادي الاهلي ودفاع عن الملعب، والليبرو بيعد، وادي ضربه ساحقه مره ثانيه ولكن بيلعبها ايزي، ومحاوله ثاني ولكن نقطه ضايعه، نقطه ضايعه. 20 الشمس، 21 النادي الاهلي اهو طالع، ولكن التغطيه بتاعت حارس الصد كان المفروض تتحرك على ايده اليمين خطوه. ادي اولياء الامور والجماهير بيشجعوا الفرقتين، وادي اعداد، وادي مره ثانيه ومحاوله من حمدي حمزه الصافي، بيصعب الموقف على نفسه. اعداد مره ثانيه، واعداد هناك خلفي، ومحاوله للدفاع عن الملعب من حمزه الصافي مره ثانيه، وادي مره ثانيه يا جماعه، لازم لازم لازم، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 22. يلا يا بطل، 12 زياد اسامه بيجيب النقطه 22، واعتقد ان هيبقى في تايم اوت من نادي الشمس اهو. زياد اسامه، بسم الله ما شاء الله. ادي جماهير الناديين، اهلا حضراتكم. الوقت استقطع طلبه المدير الفني او مدرب نادي الشمس الكابتن اسلامي علي، وادي كابتن احمد زكريا رئيس اتهام، رئيس قطاع او رئيس مساعد رئيس القطاع، اللي هو يعني رئيس القطاع الكابتن طارق فريد، مساعد رئيس القطاع للناشئين كابتن احمد زكريا، مساعد رئيس القطاع للناشئات. وادي ارسال، وادي مره ثانيه، يلا يا شباب، النقطه 23 بقى. لا، خارج الملعب، خارج الملعب المره دي يا زياد. برضه هنفرق، برضه فارقين، احنا فارقين، نستقبل وناخد فرق ثاني. رقم 19 على الارسال، محمد منسي على الارسال، النادي الاهلي بيستقبل الارسال، ولو فرق النقطه دي هتفرق مع جامد في الشوط ده. يلا يا رجاله، يلا يا حمزه، حمزه هيعدي الكوره، ودي اعداد، ودي نادي الشمس، ومحاوله تاتش يا رجاله، نقطه التعادل. اهي امام حضراتكم اهي، 22 الاهلي 22 الشمس، والارسال مع نادي الشمس، ارسال مع الشمس. رقم 19 محمد منسي على الارسال، ارسال من اعلى، خارج الملعب، خارج الملعب، وادي فرصه للنادي الاهلي اهو، هيعمل تغيير كابتن حسام شعراوي اهو، نادى على لاعب من لاعب الاحتياط، كابتن منى متكاوي منتظره تغيير. وعلى الارسال رقم 12، اللي طبعا الكاميرا ما جبتناش التغيير، فبرضه هنحاول نقراه من ارض الملعب. زياد اسامه على الارسال، استقبال، وادي محاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب، حمزه الصافي، حمزه مره ثانيه بيشوط، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 24. ادي طريقه الاحتفال بعد النقطه، 24 الاهلي اهو، حمزه الصافي اهو، حمزه الصافي، وبيجيب نقطه، وبيقع في الارض ليبرو نادي الشمس واللاعب رقم 19 محمد منسي اهو، بيحتفظوا او بيحتفلوا بالنقطه، وفي وقت مستقطع طلبه طبعا الكابتن اسلامي علي مدرب نادي الشمس. الاهلي متقدم بفارق نقطتين، الشوط ده هيفرق جامد مع النادي الاهلي، الاهلي ان شاء الله هياخد الشوط ده، هيبقى دفعه معنويه للاشواط الثانيه. وادي الارسال مع النادي الاهلي، زياد اسامه على الارسال رقم 12، زياد هيلعب ارسال من اعلى،
استقبال اعداد ضرب واحد صد جميل من النادي الاهلي والنقطه 25 25 الاهلي 22 الشمس ويفوز النادي الاهلي بالشوط الاول في نهائي بطوله منطقه القاهره لكره الطايره تحت 19 سنه للشباب ويبقى النتيجه 25 22 الشوط الاول والى راحه ما بين الشوطين الاول والثاني. الشوط الثاني ان شاء الله معاكم على الهواء مباراه النادي الاهلي لكره الطائره مع نادي الشمس في نهائي منطقه القاهره للكره الطائره تحت 19 سنه باستاد القاهره. وشاشه النادي الاهلي بتنقل كل الالعاب وكل المباريات لاسعاد جماهير النادي الاهلي. هيبقى على ايدك الشمال النادي الاهلي بزيه الاحمر وعلى ايدك اليمين نادي الشمس بزيه البرتقالي والاسود. ادي النادي الاهلي تشكيله، محمد ياسر رقم 2 معد الفريق، محمد طارق ليبرو الفريق رقم 8، حازم امهاب رقم 10، حازم ايهاب، زياد اسامه رقم 12، انسي حاتم رقم 14 مركز 4 بيلعب في اربعات، وحازم بيلعب في ثلاثات، محمد طارق ليبرو ومحمد ياسر معد، وشريف محمد رقم 16، وحمزه حمدي الصافي اربعات، ودول امام حضراتكم، وعبد الله اسامه بيلعب ثلاثات رقم 22. وادي نادي الشمس على ايدك اليمين بزيه البرتقالي الاسود رقم 4 ليبرو الفريق سيف عمر، ورقم 11 احمد مصطفى، ورقم 10 احمد وائل منتخب مصر، رقم 11. ادي الارسال مع نادي الشمس، استقبال النادي الاهلي ومحاوله من النادي الاهلي والنقطه الاولى حسبتها اجيم بول. ليه يا كابتن؟ اجيم بول ما فيهاش حاجه، والله انا شايف ان هي ما فيهاش حاجه، يعني المفروض نقطه للنادي الاهلي. ارسال من اعلى نادي الشمس، استقبال 21 حمزه الصافي، وادي النقطة الأولى للنادي الأهلي، برضو خدنا النقطة. وعلى الإرسال رقم 2 محمد ياسر معد النادي الأهلي، بيديها له كابتن حسام شعراوي المدرب، مساعد رئيس الجهاز أحمد زكريا، حسام شعراوي مدرب. عند رقم 2 محمد ياسر معد النادي الأهلي، هيلعب الإرسال. إرسال من أعلى، استقبال شمساوي، إعداد ومحاولة، حائط صد، قلنا حائط الصد مع النادي الأهلي هيفرق مع النادي الأهلي. وهذه النقطة الثانية للنادي الأهلي، حائط صد ناجح من مركز ثلاثة، عفوا. إرسال مع النادي الأهلي، محمد ياسر هيلعب إرسال من أعلى، استقبال من الشمس، إعداد ومحاولة وتغطية وكورة خارج الملعب، والنقطة الثانية للنادي الأهلي. اثنين الأهلي، نشئ الشمس، وعلى الإرسال محمد ياسر كلاكيت ثالث مرة، هشام شعراوي بينادي على اللعيبة يشد من أزرهم، إرسال ياسر أهو، استقبال بيلعبوا حلو ياسر، إعداد ودي ضربة ساحقة وحائط صد ولكن خارج الملعب المرة دي. ديانج أنا عايزة لازم نقفل زوايا حائط الصد عشان الكرة تنزل في ملعب نادي الشمس. على الإرسال نادي الشمس رقم 15 معاذ مصطفى لاعب منتخب مصر، اخو احمد مصطفى رقم 11، ضربه ساحقه ومحاوله من نادي الشمس ولكن في خطا من النادي الاهلي على الشبكه، شاورت عليه الحكم الثاني، وما زال الارسال مع نادي الشمس، 2 الشمس 3 الاهلي. ضربه ساحقه، ارسال قوي من الشمس، اعداد الاهلي وضربة ساحقة من حمزة الصافي وبجيب النقطة رقم 4. بيلعب بكل هدوء وكل ثقة وإتقان. الإرسال مع النادي الأهلي رقم 14 على الإرسال. أهو أنس حاتم. بيلعب مركز أربعات، منتخب مصر للشواطئ، أهو بيلعب إرسال من أعلى، استقبال. إعداد الشمس ضربة ساحقة وفي دفاع للملعب يا ولد،
رقم 8 محمد طارق بيلعب كوره كده وبقت كوره خارج الملعب من حمزه الصافي. 3 الشمس 4 الاهلي. يلا يا جماعه نستقبل ونصعب الهجوم، لان الهدف من الارسال او من الاستقبال هو تصعيب هجوم المنافس. وكره خارج الملعب والنقطه تقدم النادي الاهلي 5-3 الشمس. ان شاء الله لهم مستقبل باهر هذا الفريق النادي الاهلي. رقم 10 على الارسال حازم ايهاب يلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد اهو وضربه ساحقه ومحاوله ولكن لعبها فوق حائط الصد، ولكن استقبلها حمزه الصافي بيلعب رقم 21 اهو حمزه حمدي الصافي بيلعب بيفكرنا بابوه. الارسال من اعلى نادي الاهلي رقم 10 هيلعب الارسال حازم ايهاب. 6 الاهلي 3 الشمس دبل سكور. ارسال من اعلى استقبال اعداد الشمس ومحاوله حائط الصد، لازم نغطي غطي يا زياد. الكره كانت بسيطه وسهله، معلش نعوض. ارسال مع نادي الشمس، ارسال من اعلى استقبال اعداد من محمد ياسر وضربه ساحقه قويه من رقم 12 زياد اسامه. مره ثانيه زياد بيعد وبيضرب، محاوله ثانيه اهو بيعد لحمزه الصافي وبيلعب فوق حائط الصد، ولكن حمزه رجع يدافع وشاط كوره قويه حمدي الصافي. والنقطه 7 للنادي الاهلي، برافو يا اولاد. 7 الاهلي 4 الشمس. والارسال مع زياد اسامه رقم 12، ارسال من اعلى مع الوسط، ارسال قوي فعلا، استقبال شمساوي ومحاوله وبيجي في الشبكه وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 8. دبل سكور 8-4 زي ما قلنا ان تم الغاء الوقت المستقطع اللي هو اوقات المستقطعه الفنيه اللي كانت عند النقطه 18 8 والنقطه 16، ده حسب تعليمات الاتحاد الدولي بعد الدوره الاولمبيه اللي فاتت، وتم الغاء. وادي حسام شعراوي وادي الكابتن احمد زكريا بيدي تعليماتهم للاعبي النادي الاهلي اهو، تعليمات وبيدي تعليمات لمحمد ياسر المعد ان هو ينوع الاعداد يمين وشمال وخلفي وامامي على اللعيبه عشان يشتت لاعبي نادي الشمس. 8 الاهلي 4 الشمس. والارسال مع النادي الاهلي على ايدك اليسار النادي الاهلي بزيه الاحمر رقم 12 هيلعب ارسال زياد اسامه، على ايدك اليمين نادي الشمس بزيه البرتقاني بالقفل الاسود واهو ارسال ضايع. اسام شعراوي بيندب حظه ان الكوره ضايعه، كانت هتفرق تبقى 9-4 بدل 8-5. والارسال مع نادي الشمس رقم 5 وعلي وائل خارج الملعب. يا علي نقطة اهي كانت لنا بقت 9-5. يلا ارسال مع حمزة حمدي الصافي، هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال وحش من نادي الشمس، اعداد وكرة وحشة اهي محمولة شاورت عليها كابتن منى. ونقطة للنادي الاهلي والنقطة 10 10 الاهلي 5 الشمس دبل سكور. وادي الارسال مع حمزه الصافي داخل الملعب ويس نقطه نقطه 11-5 النادي الاهلي. يلا يا شباب فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي، نستمر على هذا المنوال عشان نفرق. وادي وقت مستقطع طلبه المدير الفني او مدرب النادي الشمس كابتن اسلام علي، ادي تعليمات حسام شعراوي بص لحمزه حمدي الصافي، وادي جماهير في الصاله المغطاه باستاد القاهره
بتشاهد هذا اللقاء. انتهى الوقت المستقطع اللي كان واخده الكابتن اسلامي علي مدرب نادي الشمس، والارسال مع النادي الاهلي، وعلى الارسال حمزه حمدي الصافي. يلا يا حمزه، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال نادي الشمس، اعداد، ودي ضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه من الشمس، وادي النادي الاهلي قلنا حاط الصد هيبقى ليه فرق جامد. طارق، وادي ضربه ساحقه ومحاوله، والنقطه 12، النقطه 12، 12 الاهلي، 5 الشمس، 7 نقاط فارق اهو. طالع اهو رقم 14 انس حاتم، وبتيجي في لاعب وتبقى تاتش نقطه للنادي الاهلي. حمزه الصافي هيلعب ارسال من اعلى، منتظر صافره الحكم منى مكاوي. ادي بنقول عليها شبكه او بنقول عليها ستاره، ستاره على الشبكه عشان ما يشوفوش المرسل وهو بيلعب الارسال. ارسال من حمزه الصافي، استقبال وحش برضه صوابع، وادي ضربه ساحقه ومحاوله، ولكن في هنا صعوبه. هنعدي الكره، عداها بسيطه انسي حاتم، وادي محاوله مره ثانيه، ولكن تيجي في الليبرو خارج الملعب، ونقطه النادي الشمس. ما يهمناش، هنعوضها ان شاء الله. احنا فارقين دبل سكور، هو نزل معاها بس هي جت قويه فخرجت بره الملعب. ارسال مع نادي الشمس رقم 19 محمد منسي، ارسال من اعلى اهو، وادي استقبال اعداد محمد ياسر، ضربه ساحقه انس حاتم مره ثانيه النادي الاهلي، ياسر وبيطلع ياسر، محمد ياسر بيعد اهو طالع، ولكن نقطه نادي الشمس. 7 الشمس، 12 الاهلي اهو. الاعداد من ياسر ما كانش في التوقيت، او رقم 12 زياد اسامه ما كانش مستعد او ما خدش وضع الاستعداد المناسب للشوط. ارسال من الشمس، استقبال حمزه، اعداد، وادي مره ثانيه زياد بيضرب ومحاوله وتغطيه يا جماعه على حائط الصد، لازم يكون في اسرع. 7 الشمس، 12 الاهلي، 8 الشمس، 12 الاهلي. هو راح للكره بس راح متاخر. ارسال بالاعلى، استقبال النادي الاهلي ومحاوله من أونس، وخطأ على نادي الشمس، كرة مزدوجة، والنقطة رقم 13 للنادي الأهلي. 13 الأهلي أهو، طالع رقم 14 أنس حاتم، والكرة كانت دبل، وادي إرسال من أعلى النادي الأهلي، استقبال من الشمس، وبيلعب المعد كده بيلعبها بفن، وبيجيب منها نقطة لنادي الشمس. 9 الشمس، 13 الأهلي، فارق 4 نقاط بعد ما كنا دبل سكور، كنا 12-6. إرسال مع الشمس، أدي جماهير بتحيي. ارسال من اعلى، الشمس، استقبال الاهلي، اعداد محمد ياسر، وضربه ساحقه من حمزه الصافي، ولكن في دفاع عن الملعب وحش من النادي الاهلي. 10 الشمس، 13 الاهلي، اهي ادي حمزه طالع وضارب،
ولكن الدفاع عن الملعب كان وحش. وادي ضربة ساحقة ومحاولة مرة نفس اللعبة. ارسال مع النادي الاهلي. محمد ياسر اهو ادي النقطة، ادي 14 10 14 الاهلي 10 الشمس. ادي محاولة ثانية وادي خطأ اهو، 15 الاهلي 10 الشمس، فارق 5 نقاط. الارسال مع النادي الاهلي، محمد ياسر كلاكيت ثاني مرة، يلا يا رجالة. ارسال من اعلى، استقبال كده، اعداد، ودي ضربة ساحقة ومحاولة نحاول نوقف الراجل الاسمر، الفتى الاسمر ده. ضربة ساحقة ومحاولة، حائط صد من النادي الاهلي، ولكن دفاع عن الملعب ما كانش حلو. 11 الشمس، 15 الاهلي، لازم نعوض، لازم نزيد، لازم نبقى نفرق. اهو، حائط صد كويس. ولكن جري محمد طارق مليبر الفريق وكان داخل على الاعلانات. ارسال، اعداد ياسر، وضربه ساحقه من رقم 10 حازم ايهاب، وخطا على نادي الشمس، جت في الشبكه، والنقطه 16. 16 الاهلي، 11 الشمس، اهو رقم 1 ليبرو نادي الشمس، عمر عزوز بيرفع. كل دول اعتقد لاعبي كره الطايره بالناديين، الفرق كلها بتشاهد بتيجي تهاجم زمايلها. وادي ضربه ساحقه من النادي الاهلي، رقم 12 قويه لا تصد ولا ترد. 17 الاهلي، 11 الشمس، ضربه ساحقه من زياد اسامه. 17 11 قلت لحضراتكم الشوط الاولاني كان 20 نقطه نقطه، بس وصلنا لحد 22 والاهلي فرق، وقلت لحضراتكم نقطه 24 فرقت مع النادي الاهلي. ضربه ساحقه خارج، تاتش من رقم 5 علي وائل، تبقى نقطه على نقطه لنادي الشمس. 12 الشمس، 17 الاهلي، هو طالع اهو رقم 5 علي وائل، وضارب لاعب منتخب مصر. ادي ارسال من الشمس، اعداد النادي الاهلي، محمد ياسر بيعديها زياد اسامه بذراعه الايسر، محاوله مرتين يا محمد طارق، اعداد محمد ياسر، ضربه ساحقه وتيجي نقطه للنادي الاهلي من زياد اسامه رقم 12. ادي امامكم كابتن ياسر قمر، او المهندس ياسر قمر، رئيس اتحاد الكره الطايره، بجوار اللواء منصور محمدي رئيس منطقه القاهره للكره الطايره. طبعا هيسلموا الكاس للفائز بعد المباراه، بعد انتهاء المباراه. وادي خارج الملعب، ولكن في تاتش وفي كلام وخارج الملعب، حسبتها الكابتن منى خارج الملعب، ولكن مراقب المباراه كان مراقب الخط كان مشاور اهي. لا هي بعيدة خالص، مفيش فيها تاتش. نقطة للنادي الأهلي، 18 الأهلي، 12 الشمس. أهي استقبال، إعداد مرة تانية، وأدي محاولة، ونادي الشمس بيدافع. حمزة صافي خارج الملعب يا راجل. من حازم إيهاب. أهي آخر كرة، الكرة آخر لمست حازم ايهاب اهو. محاولة من حمزة الصافي، عايز يجيب نقطة بذراعه الأيسر، وادي نادي الشمس بيدافع. محمد طارق ليبرو، وادي ضربة ساحقة من زياد أسامة يا ولد. الولد ده هيبقى لاعب على درجة عالية، بذراعه الأيسر، تكنيكه، خطوات ارتقائه، اداؤه اهو. بص 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 اهو اهو اهو، زياد اسامه طالع وضارب
الكرة في حائط الصد ونزلت ملعب نادي الشمس، وتبقى لنادي النادي الأهلي 20 النادي الأهلي 13 الشمس وخارج الملعب، لكن كابتن منى حسبتها داخل الملعب. في اعتراض كده من كابتن الفريق احمد وائل رقم 10، بتندى ليه مراقب الخط. كابتن منى بتندى لمراقب الخط عشان تشوف الكره، وادت انذار للاعتراض. 21 الاهلي 13 الشمس، والارسال مع النادي الاهلي، الارسال من اعلى نقطة داخل الملعب، لا دي جوه وقيس، والنقطة 22، والاهلي يقترب من الفوز بالشوط الثاني 22-13، فارق 9 بونت لصالح النادي الاهلي. والارسال مع النادي الاهلي رقم 12 زياد اسامة، بيلعب بذراعه الايسر وبيلعب في نقطة حساسة اهو، لاعب منتخب مصر زياد بيلعب بذراعه الايسر اهو، استقبال اعداد وضربة ساحقة ومحاولة للدفاع عن الملعب من النادي الاهلي، وحمزة الصافي بيضرب وبيجيب نقطة 23، الاهلي 23 13 الشمس نقطتين، وينهي النادي الاهلي الشوط الثاني لصالحه. واضح ان فرقة نادي الشمس بدأت يعني في نرفزة كده. زياد أسامة على الإرسال، إرساله لا ضاع الإرسال المرة دي يا زياد، لا يا زياد مش عايزين نضيع، كنا عايزين ناخد نقطة 24. خمسة على الإرسال نانسي، خمسة وائل وعلي وائل سوري، إرسال من أعلى استقبال إيهاب حاتم، وهي ضربة ساحقة محاولة من زياد، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 24. 24 الأهلي 10 14 نادي الشمس، 10 نقاط فارق أهي. الإرسال مع حمزة حمدي الصافي الشوط الثاني، يلا يا حمزة ياخد نفس، يلعب الإرسال من أعلى مع الوزن، إرسال قوي، استقبال من الشمس، يعدي رقم 10 أحمد وائل، حاول مرة ثانية، وادي ضربة ساحقة من رقم 10 من النادي الأهلي 25-14، ويفوز النادي الأهلي بالشوط الثاني 25-14، ويتقدم النادي الأهلي 2-2، الشوط الأول 25-22 والشوط الثاني 25-14، ونروح إلى راحة بين الشوطين الثاني والثالث. الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة مع حضراتكم شاشة النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي اللي لسه جاي قدام الشاشة. متقدم النادي الأهلي للكرة الطايرة تحت 19 سنة 2-2، شوطين مقابل لا شيء لنادي الشمس 25-22 25-14. وادي أمام حضراتكم نادي الأهلي بزيه الأحمر، الفانلة الحمراء والشورت الأسمر والشورت الأول والشراب الأبيض، وادي جماهير الناديين أمام حضراتكم، جماهير النادي الأهلي اللي بتشجع فرقتها واللي جاية ورا فرقتها سواء لعيبة أو جماهير. وعلى ايدك اليسار نادي الشمس بزيه البرتقاني والاسود امام حضراتكم الكابتن اسلامي علي، وادي رقم 22 من النادي الاهلي عبد الله اسامه، وادي رقم 2. هنشوف تشكيل الشوط الثالث، محمد ياسر معد الفريق رقم 2 لاعب منتخب مصر، محمد طارق ليبرو الفريق رقم 8، حازم ايهاب رقم 10، زياد اسامه 12، و انس حاتم 14، وعبد الله اسامه 22، وحمزه حمد الصافي رقم 21.
دول لعيبه النادي الاهلي. اما لعيبه نادي الشمس سيف عمر، احمد مصطفى، عمر وائل، علي وائل رقم 5، واحمد وائل رقم 10، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطايره وحكمنا الدولي والاعلامي، ومعاذ مصطفى رقم 15، ومحمد منسي رقم 19. الارسال مع النادي الاهلي، محمد ياسر بيلعب ارسال من اعلى رقم 2، اعداد استقبال رقم 11 من نادي الشمس، محاولة مرة تانية، ودي النقطة الأولى للنادي الأهلي. الإرسال مع محمد ياسر، استقبال من أعلى، إعداد أحمد مصطفى رقم 11 معد نادي الشمس، والنقطة الثانية للنادي الأهلي. اثنين الأهلي لعشيق الشمس، اهو طالع احمد مصطفى بيعد وبيضرب، ولكن قلت لحضراتكم حائط السطر اللي هيعمله الاهلي واللي هيلعبه واللي فعلا نجح بيه عصام شعراوي انه ياخد الثلاث شوطين اللي فاتوا، برضه حوائط السطر الجماعيه والفرديه في المركز 2 و3 و4. وادي ضربه ساحقه ومحاوله الدفاع عن الملعب، وعايز يلحقها ليبرو 8 محمد طارق، ولكن نقطه لنادي الشمس. الشمس 1-2 النادي الاهلي، نهائي منطقة القاهرة 19 سنة. وادي النادي الاهلي اهو امام حضراتكم على ايدك اليمين، محاولة من محمد طارق ولكن ما لحقش الكورة، والنقطة الأولى لنادي الشمس الشوط الثالث. وادي إعداد وضربة ساحقة من رقم 10 حازم إيهاب، وبيجيب النقطة الثالثة. 3 الأهلي 1 الشمس، اهو طالع وضارب وأعلى من حائط الصد، وتيجي في حائط الصد بتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي النقطة رقم 3. وعلى الإرسال 14 أنس حاتم بيلعب إرسال من أعلى مع الواد خارج الملعب يا أنس. 2 الشمس 3 الأهلي، الأهلي كده صعب المهمة على نادي الشمس، الأهلي شوطين مقابل لا شيء. الأهلي ياخد الشوط ده يبقى فاز بالمباراة والبطولة. ادي خارج الملعب، والنقطة 4 للنادي الأهلي. النقطة الرابعة 4 الأهلي 2 الشمس، دبل سكور. وادي إرسال من أعلى مع رقم 10 حازم إيهاب بيلعب في مركز 3. إرسال من أعلى، استقبال من الشمس، إعداد أحمد مصطفى، ومحاولة وضرب من رقم 15 معاذ مصطفى، بيجيب نقطة لنادي الشمس. النقطة الثانية اهو طالع معاذ بيضرب، يلا نعوض الكوره دي. 4-3 للشمس 4 الاهلي. ارسال من اعلى معاذ، استقبال النادي الاهلي، محاوله لتعديه الكوره من حمزه الصافي، مره ثانيه الشمس، وحائط الصد اهو بقول لحضراتكم حائط الصد هو الورقه السحريه اللي لفوز النادي الاهلي في الشوطين اللي فاتوا. ادي اهو حاطط الصد، بص الزاويه قفل الزاويه في الدار، وده رجعت الكوره لملعب نادي الشمس. زياد اسامه على الارسال رقم 12، هيلعب ارسال من اعلى بالذراعه الايسر، استقبال الارسال قوي، ودي محاوله من حمزه بيضرب، ونقطه للنادي الاهلي. النقطه السادسه دبل سكور 6 الاهلي، اهو ضارب ياسر محمد اهو طالع وضارب بذراعه الايمن معد الفريق النادي الاهلي، ونقطه. واسلامي علي بيعترض بيقول الكره خارج الملعب، ارسال من زياد، ده ارسال قوي يا جماعه، استقبال ومحاوله مره ثانيه، شفت حائط الصد بس المره دي بقى وقعت في ملعب النادي الاهلي، يبقى على النادي الاهلي نقطه لنادي الشمس اهو. خلي بالنا من زاويه الضرب عشان نقدر نرجع الكوره ملعب نادي الشمس. ارسال شمساوي، استقبال خارج الملعب، والنقطه السابعه للنادي الاهلي. ولا ايس ده؟ لا ده ايس، ايس 6-4. 4 الشمس 6 الاهلي.
خمسة على الإرسال علي وائل، استقبال النادي الأهلي خارج الملعب، مرة تسيب ومرة تخيب، يلا تبقى نقطة لنادي الأهلي. سبعة الأهلي، خمسة نادي الشمس، إرسال من أعلى حمزة الصافي، حمزة يلعب إرسال من أعلى أهو، استقبال إعداد وضرب ساحق من أحمد مصطفى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. النقطة 8، مفيش وقت مستقطع فني، هنستمر اللعب، خلاص اتلغى عفوا، خارج الملعب بره الملعب خالص. ارسال مع حمزه الصافي، 8 الاهلي 5 الشمس، استقبال شمساوي، اعداد ومحاوله من محمد طارق، وادي ياسر بيعد وضربه ساحقه من زياد يجيب النقطه رقم 9. 9 الاهلي 5 الشمس، واضح خلاص الشوط الثالث ده الاهلي فارق زي ما فرق في الشوط الثاني، قدر ان هو ياخد الشوط الثاني 25-14، والشوط الاولاني كان متقارب 25-12، واسلام علي بيطلب وقت مستقطع اهو. وادي لعيبه النادي الاهلي مع حسام شعراوي المدير الفني بيتابع وبيديهم حماس عشان يفوز بالبطوله، يبقى دي البطوله الرابعه لكابتن حسام شعراوي مع فرقته لو فاز بيها ان شاء الله بطوله منطقه القاهره. حمزه الصافي على الارسال، حمزه هيلعب ارسال من اعلى، استقبال شمس، اعداد احمد مصطفى، وضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 10. في اعتراض كده من لاعبي الشمس ان الكره يعني ان، ولكن الحكم منى مكاوي شاورت عليه اهي 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 اهي، بره ده بره، باينه خالص انها بعيد خالص يعني. ارسال حمزه الصافي، استقبال وحش من الشمس، اعداد النادي الاهلي مره ثانيه، عدد خلفي، ويا زياد ويا زياد يا زياد، نقطه من زياد وبيجيب النقطه، النقطه اهي زياد اهو، اعداد خلف من ياسر، وادي ضربه ساحقه، بيفكركم بمين؟ عبد الله عبد السلام واحمد صلاح الاثنين، عبد الله يعد واحمد كان بيضرب، دول لاعبي النادي الاهلي في الفريق الاول. 11 الاهلي 5 للشمس، ومحاوله من النادي الاهلي تعديه الكوره مره ثانيه، وادي الكوره دي حسام شعرابي يشاور بيقول لها لاعب خلفي، اهو بص اهو ده اللي طالع يشوط، بص طالع شاط اعلى الحافه العليا للشبكه، بيقول ان هو لاعب خلفي، بص بيضرب على رجليه وهو بيعترض. 8 من نادي الشمس مصطفى نبيل هيلعب ارسال، 6 الشمس، 11 النادي الاهلي، يلا يا ابطال الشوط الثالث عشان تحسموا البطوله لصالحكم الاهلاويه. روح الفانله الحمراء، اعداد محمد ياسر وزياد طارق، وبيجيب نقطه سهله كده وبيجيب منها النقطه، زياد اسامه بيجيب النقطه رقم 12. 12 الاهلي 6 الشمس، اهو بيعد خلفي وطالع زياد وبيلعب الكوره باريحيه وبيجيب نقطه 12، دبل سكور، 12 الاهلي 6 الشمس، زياد على الارسال، استقبال، اعداد الشمس، وادي ضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة 13، ويتقدم النادي الأهلي 13-6، واضح الفارق في المهارات وفي الشغل في الشوط الثالث والثاني لصالح النادي الأهلي، 13-6، والوقت المستقطع لطلبه الكابتن إسلامي علي بعد تأخره بسبع نقاط عن النادي الأهلي في الشوط الثالث. ادي على الارسال رقم 22، من النادي الاهلي عبد الله اسامه بيلعب ارسال قوي اهو وبيلعب
وادي نقطة لنادي الشمس، نقطة لنادي الشمس، 7 الشمس، 13 الأهلي. أهو أدي النادي الأهلي طالع 14، زياد أنس حاتم ولكن خارج الملعب يا أنس. استقبال من النادي الأهلي، إعداد، وأدي أنس بيلعب الكرة فوق حائط الصد، بليسنج ومحاولة للدفاع عن الملعب من نادي الشمس. أدي طارق بيعد ياسر، وأدي ضربة ساحقة من رقم 12 زياد أسامة. ومرة تانية أهو ومحاولة من النادي الأهلي، وادي اعداد خلفي، وادي ضربه ساحقه ولكن خارج الملعب، بتيجي في حائط الصد بتبقى خارج الملعب، ونقطه لنادي الشمس. 8 الشمس، 13 الاهلي. ارسال مع الشمس. ٣٨ الاهلي، 8 الشمس، وادي اعداد، وادي زياد، ونقطه نقطة من زياد أسامة رقم 12، بيجيب النقطة 14 يا ولد، 10 على 10 يا زياد، تسلم إيدك يا زياد. أهو طالع وضارب بذراعه الأيسر، دايما كل جيل بيبقى فيه لاعب كده أيسر، بيفكرنا بأيمن رشدي وأحمد صلاح طبعا، لاعيبة النادي الأهلي، وأحمد صلاح طبعا اللاعب الحالي اللي ملتقي للنادي الأهلي الفريق الأول. وادي محاولة من نادي الشمس، اعداد من رقم 10 نادي الاهلي حازم ايهاب، ونقطه لنادي الشمس. اهو رقم 10 طالع ولكن اعتقد في خطر على زياد، اه خارج الملعب، جت خارج الملعب من زياد المره دي. 10 على الارسال من نادي الشمس، احمد وائل بيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، وادي ضربه ساحقه جوه الملعب لكن ضارب خلفي، ضارب خلفي، ضارب خلفي معناه ايه؟ ان لاعب خلفي شاط اعلى من الحافه العليا للشبكه، اهو حمزه الصافي وهو بيشوط شاط اعلى من الحافه العليا للشبكه، بتبقى اسمها ضارب خلفي الاشاره بتاعته. احمد وائل على الارسال، ارسال من اعلى، ارساله قوي احمد وائل، استقبال اعداد، وادي ضربه ساحقه من مركز 2 من زياد، من 14 انس حاتم، والنقطه 15 للاهلي، 15 10 اهو طالع وضارب في منطقه فاضيه على الارسال، 14 انس حاتم، العب يا انس، استقبال الشمس، اعداد، ومحاوله وهتصد، حائط صد ناجح من حمزه الصافي، اهو بيسلم على حسام شعراوي هو وحازم ايهاب، حائط صد زوجي اهو في الاعاده، اهو طالعين الاثنين مع بعض، حازم وحازم، حمزه وحازم، حمزه الصافي وحازم ايهاب. وعلى الارسال رقم 14 انس حاتم، 16 الاهلي، 10 الشمس، والارسال من اعلى، استقبال مرة تانية النادي الأهلي، وادي ضربة ساحقة سريعة من مركز 3، وبيضرب حمزة الصافي وبيحتفل هو ومحمد طارق بطريقتهم بالنقطة رقم 17، 17 النادي الأهلي، 10 الشمس، أهو أهو طالع أهو، بص رد التاني، بيطلع حمزة الصافي وبيجيب النقطة مصر عليها، يحتفل هو ومحمد طارق الليبرو بطريقتهم بالنقطة، 17 10. وعلى الإرسال أنس حاتم، إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، ضربة ساحقة وحائط صد، ولكن حائط صد، الكرة بتنزل في ملعب النادي الأهلي ويبقى نقطة لنادي الشمس. أهو طالع حائط صد الأهلاوي زياد وحازم، ولكن بتنزل في ملعب النادي الاهلي. ارسال من النادي الاهلي، استقبال من محمد طارق الليبرو، وادي ضربه ساحقه من حمزه الصافي، اعداد خلفي الشمس، محاوله للدفاع عن الملعب من النادي الاهلي، واعداد، وحمزه الصافي يا ولد يا ولد، نقطه جميله من حمزه الصافي، وضربه ساحقه
يعني بتتلعب كده قبل الخط النهايه بسنتيمترات اهي. بص شايط فين اهي اهي 18 الاهلي 11 الشمس، واقترب النادي الاهلي من الفوز بالشوط الثالث والمباراه. وادي الارسال مع النادي الاهلي، حمزه ايهاب حازم ايهاب وبيلعب محاوله، حاط الصد المره دي قوي من عبد الله اسامه وحمزه الصافي. 12 الشمس 18 النادي الاهلي، فارق 6 نقاط اهو. طالع احمد مصطفى وطالع معاذ مصطفى، ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد من محمد ياسر وحمزه بيضرب يلسوا على حازم، بيلعب حازم حمزه كده كره بيعدي نادي الشمس، ولكن خطا على نادي الشمس في الشبكه، والكره 19 الاهلي 12 لنادي الشمس. اهو في خطا على نادي الشمس وهو طالع يلعب الكره لمس الشبكه، متشاور عليه الحكم الثاني. 12 زياد على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، زياد اسامه بيلعب احسن احسن حائط صد احسن حائط صد، وادي النقطه 19، واقترب النادي الاهلي من الفوز بالشوط الثالث والمباراه والبطوله منطقه القاهره امام نادي الشمس. 20 12 الاهلي 20 12 لنادي الشمس، ارسال من اعلى زياد استقبال قوي، اعداد ومحاوله مره ثانيه، نقطه لنادي الشمس، نقطه 13 اهو طالع وضارب. خمسة على الإرسال، علي وائل استقبال من النادي الأهلي، محمد طارق عداد خلفي وضربة ساحقة من زياد مرة تانية، حمزة الصافي بيجيب نقطة كده من مركز ثلاثة ليسنج ويجيب النقطة 21. 21 النادي الأهلي 13 الشمس. حمزه حمدي الصافي على الارسال رقم 21، حمزه هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي استقبال اعداد خلفي وضربه ساحقه من مركز ثلاثه بيجيب نقطه 14. 14 الشمس 21 النادي الاهلي، في تغيير كده عمله هيعمله الكابتن اسلامي علي، اربعه داخل اهو مكان ثمانيه، أربعة اللي هو سيف عمر عمرو، مكان ثمانية اللي هو مصطفى نبيل. الإرسال مع نادي الشمس، 14 الشمس، 21 الأهلي، أربعة ويلعب إرسال أهو. استقبال وضربة ساحقة قوية من النادي الأهلي، 14 بيشوط أنس حاتم. أحسن يا رجالة، 22 14 وبطولة جديدة للنادي الأهلي للكرة الطايرة. يلا يا أبطال، لسه الأهلي فايز بالسوبر في كرة القدم، ولسه فايز على فريق الداخلية في الدوري. يلا انتصارات احتفالات للنادي الأهلي، وأدي حائط صد ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة 23 أهو طالع حائط صد. قلنا كلمة السر في المباراة النهاردة حائط الصد، حائط الصد. 22 الأهلي 14 الشمس، ولكن جت في الشبكة ومحاولة من لاعبي نادي الشمس. استقبال الأهلي، إعداد ياسر وضربة ساحقة من 10 حازم إيهاب، مرة ثانية نادي الشمس بيلعب بليسنج كده فوق حائط الصد، وادي حازم إيهاب خارج الملعب رقم 14 أنسي عن أنس حاتم خارج الملعب. في تغيير كده هيعمله أكيد كابتن
ست على الارسال اهو عمل تغيير تاني اعتقد عمرو وائل يلعب ارسال من اعلى نادي الشمس بيضيع الارسال نقطه 24 نقطه وينتهي الشوط والمباراه لصالح النادي الاهلي ويحصل الاهلي على بطوله منطقه القاهره للكره الطايره تحت 19 سنه ادي لاعبي وجمهور النادي الاهلي بيحيوا فرقتهم اهو اخر نقطه استقبال ودي ضربه ساحقه خارج الملعب ونقطه لنادي الشمس الشمس 16 بطوله جديده لفريق الكره الطايره تحت 19 سنه للنادي الاهلي الارسال مع نادي الشمس 24 الاهلي 16 الشمس على الارسال رقم 10 اهو احمد وائل وضيع الارسال و25 النادي الاهلي 16 الشمس ويفوز النادي الاهلي ببطوله منطقه القاهره للكره الطايره تحت 19 سنه والف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للكابتن محمود الخطيب بطوله جديده الف مبروك لكره الطايره في النادي الاهلي تحت 19 سنه والف مبروك لاعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والكابتن حسام شعراوي مدرب النادي الاهلي وثلاث اشواط الشوط الاول 25 22 25 14 25 16 والف مبروك للنادي الاهلي وهو رايح يحيي جماهير واعضاء النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي في الملعب وطبعا مباراه قويه فاز بيها فريق النادي الاهلي للكره الطايره تحت 19 سنه بطوله خدها من فم الاسد من نادي الشمس ثلاثه ثلاثيه وظيفه فاز بيها النادي الاهلي ويحصل ويتوج باول بطوله في منطقه القاهره اللي هي تحت 19 سنه بتقول ان مبروك للنادي الاهلي وارد لك لنادي الشمس النادي الاهلي فرقه قويه كابتن حسام شعراوي عد الفرقه كويس ولعب وطبعا عدى الشوط الاولاني بفارق نقطتين وخد الشوط الثاني بفارق 10 او 11 نقطه وخد الشوط الثالث بفارق 8 9 نقاط ويبقى النادي الاهلي اول منطقه القاهره تحت 19 سنه لموسم لموسم 2022 دي رابع بطوله للكابتن حسام شعراوي مع النادي الاهلي وهو خد بطولتين جمهوريه مع النادي الاهلي وشايفين اهو كابتن طارق فريد اهو رئيس جهاز الكره الطايره مع لاعبي ومدربي النادي الاهلي وادي كابتن احمد زكريا مساعد طارق فريد للشباب وطبعا مبروك للنادي الاهلي فوزه في بطوله منطقه القاهره للكره الطايره تحت 19 سنه وطبعا هو كده بقى 28 نقطه وليه ليه 27 شوط وعليه شوط واحد وكده نادي الشمس 23 نقطة ما خدش ولا نقطة وفارق النادي الأهلي كده عن نادي الشمس بخمس نقاط ادي فرحة لاعبي النادي الأهلي مبروك للنادي الأهلي مبروك لأعضاء النادي الأهلي مبروك للكابتن الخطيب مبروك لكل محبين ومشاهدي الكرة الطايرة بالنادي الأهلي ومبروك ل ادي حمزة الصافي حمزة الصافي رقم 21 نقول بقى أسماء الفريق بنقول رئيس الجهاز طارق فريد مساعد رئيس الجهاز للناشئين الكابتن أحمد زكريا وسام شعرابي مدرب الفريق أيوه فاصل ونعود لتسليم الجوائز مع حضراتكم فاصل